بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو. هذا الدرس صراحة ما كنت لكي أضعه لولا يعني حدث هذه الأيام هنا في إسبانيا، بالخصوص في إقليم كاتالونيا. حدث يعني لفتاة انتحرت بسبب أن أحد كان يصورها يعني على هاتفها من دون أن تعلم. طبعا يعني نشر الفيديوهات الخاصة بها يعني عبر الانترنت، عبر مواقع يعني الإباحية، ولم تتقبل الأمر. 5 أيام بعد ذلك، بعد الفضيحة، انتحرت يعني مسممة نفسها. يعني هذا الحدث أحبابي في الله كان حديث يعني الصحافة لأيام كثيرة هنا، هذه الأيام الأخيرة، 5 أيام الأخيرة. الصحافة يعني أيضا مواقع وأيضا القنوات التلفزيونية. من هنا جاءت فكرة يعني أن أطرح لكم هذا الموضوع المهم جدا حتى تحمي نفسك من خلال أحد التطبيقات التي سوف أقترح عليك، والتي سوف تحميك من أن يتم يعني تصويرك بدون علمك إخواني الكرام. طيب، يعني إحدى التطبيقات كما ذكرت التي سوف تستعملها سوف تسمح فقط يعني لأحد التطبيقات التي تستعمل فيها الكاميرا الخاصة بهاتفك في أن تمنح لها الصلاحية للوصول إلى الكاميرا. وهذا الأمر أنا شخصيا أراه مهم جدا، لأنه مع الأسف وضعت أنا شخصيا المواقع الإباحية في العنوان، لأنه أعلم جيدا أن مجموعة من الناس مع الأسف حتى اليوم تدخل إلى هذه المواقع الإباحية، تبحث عن المواقع الإباحية في عبر محركات البحث، ومجموعة من الناس تستغل الهاكرز، تستغل يعني هذه الفرصة، تستغل يعني بحث الناس عن شيء يعني بكثرة، ويقوم بإنشاء مواقع وتطبيقات يتم يعني تنزيلها تلقائيا على هاتفك، وفي الأخير يعني تتم اختراقك، اختراق الكاميرا، اختراقك بشكل عام بهذا المفهوم أحباب في الله. ليس فقط المواقع الإباحية، ولكن أي شيء قد تبحث عليه عبر الأنترنت يمكن أن يسبب في اختراقك، بالخصوص عندما يتم إطلاق مثلا تطبيق جديد وغير موجود في بلاي ستور. فالكثير يستغل هذه الفرصة ويقوم بوضع نتائج بحث يعني على جوجل وأيضا مجموعة من المواقع حتى تقوم بتحميل ذلك التطبيق المزيف إلى غير ذلك، وفي الأخير يعني تكون عرضة للاختراق. بالتالي حتى أختصر عليكم، يعني ذكرت لكم يعني قصة هذه الفتاة التي دفعتني أنا شخصيا لأشارك معكم يعني هذا التطبيق أو واحدة من التطبيقات التي سوف أقترح عليك، يمكن لك استعمال واحدة منهما، الذي يقوم بحجب الكاميرا الخاصة بهاتفك. فإذا ضغطت هنا مباشرة فلن يستطيع أي شخص أن يصورك في حالة يعني ما تم اختراقك أحباب في الله. مثلا لاحظوا معي فقط بالضغط على حجب الكاميرا، فعندما أضغط على الكاميرا لا يتم تشغيلها، يتم الخروج منها من دون أن يتم يعني تصويرك. بالتالي هذا هو تطبيق مهم جدا، وأنصحكم يعني بطبع حال بفتح هذا التطبيق أن تقوموا يعني بالضغط على مثلا هنا يعني في هذا التفضيلات كما سوف تشاهدون، لإضافة فقط التطبيقات التي سوف تسمح لها باستعمال الكاميرا. فبالتأكيد أنت تحتاج إلى الكاميرا الخاصة بهاتفك في بعض التطبيقات، مثال الواتساب إلى غير ذلك للمكالمات بالفيديو. بالتالي سوف تضغط فقط على إضافة التطبيق ثم تختار الواتساب مثلا. بالتالي الحين يعني سمحنا للواتساب لأن يستعمل يعني الكاميرا الخاصة بهاتفك، ثم تضيف يعني التطبيقات التي أنت موثوق فيها، يعني مثلا فيسبوك إلى غير ذلك. بهذه الطريقة عندما تستعمل الواتساب فيمكن لك استعمال الكاميرا الخاصة بهاتفك. شخص آخر يحاول أن يفتح الكاميرا الخاصة بهاتفك حتى يقوم بتصويرك، فلن يستطيع ذلك أحبابي في الله، فقط عبر هذا التطبيق. هناك تطبيق آخر إذا لم يشتغل معك هذا التطبيق، لأنه يدعم عدد كبير جدا من الهواتف لكن قد لا يدعم بعض منها، قليل منها، إذا لم يشتغل معك فيمكن لك استعمال هذا التطبيق، لكن ليس فيه ميزة يعني منح فقط استعمال الكاميرا الخاصة بهاتفك لبعض التطبيقات. فقط اضغط على ديزيبل هنا للكاميرا وخلاص، يمكن لك أيضا حمايتها بكلمات السر من هنا، اضغط على اون ثم ديزيبل للكاميرا خلاص. يعني فأنا شخصيا أحبذ هذا التطبيق الأول كما ذكرت، لأنه يسمح لي بإضافة تطبيقات فقط تستعمل الكاميرا الخاصة بهاتفك. فهذا الأمر الذي أحببت أن أشارك معكم وهو مهم. سوف نمر إلى كيفية تطبيق هذا الأمر أيضا على الحاسوب حتى لا يتم تسجيل وتصويرك من دون علمك على حاسوبك، لأن هذا الأمر يعني خطير. وكما ذكرت يعني هذه الفتاة التي انتحرت في 19 عاما لديها، فكان يعني
دخولها لبعض المواقع أو شيء من هذا القبيل وكان السبب يعني في اختراقها. لذلك يعني سوف نمر أيضا إلى كيفية يعني تعطيل الكاميرا الخاصة بهاتفك على حاسوبك حتى لا يتم يعني اختراقك أحبابي في الله. طيب يا إخواني الكرام، بالنسبة للحاسوب حتى أختصر ولا أطول عليك أطول عفوا عليكم، فسوف تذهب فقط إلى ماي بي سي، ثم تضغط عليه ضغطة اليمين للموس وتضغط على خصائص، ثم نذهب إلى ديفايس مانجر هنا كما سوف تشاهدون. بعد الدخول إلى ديفايس مانجر سوف تبحث عن التعريف الخاص بالكاميرا الذي هو هنا ويب كام، ثم تقوم بالضغط على ديزايبل يعني، فسوف تجدها يعني مفعلا. شخصيا دائما اقوم بتعطيلها، سوف تضغط على ديزايبل يعني تعطيل الكاميرا، وهكذا يعني الكاميرا الحين يعني الخاصة بالحاسوب لن تشتغل الا اذا قمت بتشغيلها مرة اخرى، والنموذج كما سوف تشاهدون فالكاميرا لن تشتغل كما سوف تشاهدون. بالتالي لن يستطيع شخص استعمال كاميرات يعني الخاصة بحاسوبك، عندما سوف تحتاجها فقط تضغط مرة أخرى لتفعيله وخلاص. لا تنسى دعمنا بالضغط على لايك وشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وزيارتنا على موقعنا www.5.com والإيميل الخاص تاعنا فيسبوك facebook.com/حافظ سامي 81. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.